نشأ في أسرة محبة للعلم بين أبوين لهم عطاءاتهم في مجال التربية والتعليم. تنقل بين بلدان الشرق والغرب طلباً للعلم من الجامعة الأمريكية في بيروت إلى جامعة ميغيل كندا. حصل على زمالة الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، كما نال زمالة طب الأطفال الجراحية في أونتاريو الشرقية. حاصل على جائزة ديفيز جاكو من جامعة ميغيل، وله العديد من الأبحاث العلمية، كما ترأس عدة لجان ومناصب في مجمع السلمانية الطبي كمنسق التعليم في قسم الجراحة، عضو اللجنة المركزية للسرطان، منسق وحدة العناية المركزية، كما شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان في التعليم والتدريب. شخصية متفردة بإسهاماته المختلفة في مجال العلاج والإدارة والتدريب. أنا مولود في المنامة، ومن الناس اللي انولدوا في مستشفى النعيم اللي كان موجود أول، الحين المركز الصحي صار محلة، في آخر أوغست من 1954. وعشت في فريج العوضية كل عمري في طفولتي، في مدرسة الحورة هناك سويت فيها الإعدادية، وفي سنتي أنا كانت الإعدادية سنتين، وبعدين 3 سنوات ثانوية. لما خلصت الثانوية كنت من أوائل البحرين، أنا كنت الخامس على دفعتي سنة 71. الدراسة الطبية بعد البكالوريوس هي 4 سنوات، والواحد يتخرج الشهادة يسمونها MDCM من جامعة ميغيل، وبعدين كملت سنة الامتياز اللي هي بعد سنة، وبعدين قدمت حق الدراسة في الجراحة العامة اللي هي من أساسيات أن الواحد يتخصص في جراحة الأطفال، لأن كان عندي يعني رغبة أني أخذ جراحة الأطفال. كل سنتين مرة أجي البحرين حق العائلة هنا، لأن هذيك الأيام كانت السفرات صعبة شوي. وسنة 90 رجعت البحرين واشتغل في مجمع سلمانية. وبالمثابرة والاجتهاد حصل الدكتور محمد أمين على منحة دراسية للدراسة في الكلية الملكية الإيرلندية، حيث نال شهادة الجراحة العامة وجراحة الأطفال لعمله على تطوير النظام التعليم الطبي الجراحي في مملكة البحرين. كما حرص الدكتور محمد أمين على إرشاد الكوادر الطبية الشابة بالحصول على التدريب ذو الكفاءة العالية المعتمدة دولياً. تنقل الدكتور محمد أمين بين أقسام مجمع السلمانية الطبي، واستطاع أن يؤسس العديد من الأنظمة التطويرية كحصول الأطباء على دبلوم شهادة طبية والتعليم الطبي. لما رجعت البحرين شفت أساسيات العمل الطبي موجود، لأن في ناس قبلي أنا أسسوها، فكان مسؤولية ثانية أن أطور قسم جراحة الأطفال ليكون في عندنا أن أكثرية الجراحات تصير بطريقة آمنة للأطفال البحرينيين في البحرين. هذه كان يستدعي أن يكون في عندنا وحدة عناية قصوى للأطفال الخدج، كان الأساسيات مالتها موجودة، وكان شغلي أنا أن من ناحية الجراحية أطورها، أن التعليم الطبي في المستشفى يتطور خصوصاً للأطباء الجدد اللي جايين، وأن يكون في عندنا وحدة لها شأنها في البلد لعلاج المرضى خصوصاً الأطفال ذوي الاحتياجات الجراحية. النظام الطبي التعليمي للجراحة تطور في مجمع سلمانية الطبي بالتعاون بعد مع الكلية الملكية الإيرلندية، وتخرج منه في عدة تخصصات هي الجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة العظام والجراحات الثانية جراحة الأوعية الدموية. اتطورت عندنا حتى نقدر نبتعث ناس للخارج، ولما يروحون الخارج يقدرون يعني يشتغلون ليكونون أطباء قديرين لما يرجعون للبحرين. والدتي من مؤسسات جمعية نهضة فتاة البحرين، وكان عندها رغبة شديدة في مساعدة الناس، وبيتنا في فريج العوضية كان قريب من المستشفى الأمريكي، فكانت دائما تكلمني عن الأشياء الطبية لعلاج المرضى وشفائهم. في صغرتي كان في تأثير من الوالدة على هالموضوع. أما أبوي الله رحمه كان أستاذ، يعني أستاذ جامعي بمعنى الكلمة، يحب
البرفكشن في العمل، بس التأثير على دراسة الطب أكثريته جات من الوالدة نفسها، فكانت الوالدة دائما تصر على إن إحنا لازم نكون دارسين عدل وناس نخدم مجتمعنا. الأعمال التطوعية اللي خارج البحرين يعني كانت أكثريتها في كندا لمساعدة الأطفال المحتاجين في الدول الثانية، ويعني كانت هذيك الأيام كنت أنا شخصيا بعد في يعني أدرس، ما كان يعني شيء يعني كبير، كان شيء بسيط، وكانت غالبا لمساعدتهم للحصول على الأدوية والخدمات الصحية في بلدانهم وإرسال كميات من فلوس الدول الثانية اللي موجودة حوالين العالم. يعني أتذكر التشوهات الخلقية اللي في الجهاز الهضمي والأولاد اللي عملت لهم عمليات لتصحيح الخلل اللي كان موجود عندهم، وكنت يعني دائما أتكلم مع أباء وأمهات الأولاد هذه حتى أخليهم يرتاحون إن العمليات هذه تنتج نتيجة زينة، ودائما أطلب منهم إن لما الولد يتزوج يعزموني. أكثر شيء أتذكر محمد، واحد من الأولاد اللي يعني عنده تشوه خلقي، وبعدين اتفاجأت قبل فترة ان ابوه اتصل فيني الحين عمره 25 سنة بعد ما سوينا العملية الحمد لله، وعزمني في بسيتين، مع ان الولد من بعدها انا ما شفته، يعني شفته يمكن اول سنتين ثلاث من عمره، وبعدين شفته معرس، فهذه يخلي الواحد يعني يستانس بشكل فظيع. بعد 25 سنة الواحد يعني يفتخر انه قدر يخدم هالفئة شريحة من المجتمع. احنا عادة الصبح من وقت نروح الجناح نقابل اهل المريض ونشرح لهم ونفحص المريض، وبعدين نشرح حق اهل المريض العملية اللي نبي نقوم فيها، ونتأكد من سلامة المريض والاستعدادات الطبية حق المريض مثل مضادات والادوية اللي هو ياخذها. بعدين ننزل لغرفة العمليات نبدل لبس لغرفة العمليات والطفل يجيبونه، وبعدين في ممرضة خاصة داخل غرفة العمليات تستقبل المريض من الأم وتعطي المريض لدكتور التخدير اللي يجيب الطفل لغرفة العمليات. أطباء الجراحة مثلي عادة يتأكدون أن الأدوات الطبية هي كاملة والخيوط الطبية كلها موجودة وما في نقص في شيء معين نبيه حق الطفل قبل ما نبتدي عملية التخدير. فالتمريض يجهزون روحهم ونبتدي بعدين العمليات، يكون معانا عادة مساعدين في هالعمليات، والمساعدين يكونوا عارفين عن الحالة وقد راجعوا الحالة قبل ما نبتدأ فيها. بعدين نبتدي عمليات التعقيم اليد، وبعدين اللبس الطبي مع في هذه الحالة، لأن هي حالة يعني تشوه خلقي في مجرى البول يحتاج أن يكون في نظارات مكبرة، فنلبس النظارات المكبرة هذه لعمليات لأنها دقيقة جدا، والأدوات الجراحية تستلزم أن الواحد يكون عنده أجهزة دقيقة فتحتاج تكبير في وقت العمليات. وعادة الدكتور التخدير بعد ما يبتدي التخدير يخبر الجراح أن التخدير كامل، ولذلك اسم المريض وعمره والأدوية اللي أخذها كلها قد تراجعت.
هذه الحالة بالذات من الحالات الفنيا صعبة جدا على الجراح، لكن الطفل ما يعاني بعد العمليات لأن بدقة العمليات هذه تصير، ففنيا هو صعب على الجراح ليتعلمها ويأخذ فترة طويلة 3-4 سنوات ليقدر يتقن هالعمليات ويقدر يسويها يعني بثقة وأن النتائج تكون جيدة. وعادة ننتظر عليها لصار عمر الطفل سنة حتى النتائج يكون جيدة. وهذه العمليات الحين صارت في مرحلة واحدة، زمن أول كنا نسويها في عدة مراحل بس الحين في مرحلة واحدة ونتائجها جدا جيدة. اللي يساعد في إنجاز العمليات هذه بسرعة بالتقنية العالية هذه وجود الأدوات الدقيقة الجراحية الدقيقة اللي موجودة في السلمانية، زائد الخيوط اللي نستعملها لتصحيح مجرى البول، فهذه خيوط خاصة، وكذلك الأجهزة اللي موجودة الصغار اللي تستعمل لتعديل مجرى البول هذه أجهزة صغيرة جدا ودقيقة. كذلك التكبير اللي نستعمله في النظارات، النظارات هذه وقت العمليات تكبر محل العملية حوالي 2.5 لـ3 مرات، ولذلك يكون التشريح دقيق جدا لتصحيح مجرى البول. كذلك اللي ساعد نوعية التخدير اللي الطفل يحصله، يحصل الطفل تخدير موضعي يشتغل لحوالي 6-7 ساعات بعد العمليات، مع أن التخدير العام يفج عنه فلذلك ما يحس بالألم ومحل مجرى الجراحة بيصير أحسن. وكذلك الشاش أو الدريسنج اللي نستعملهم بعد العمليات صارت بسيطة جدا، ولذلك لا يستدعي وجود قسطرة لفترة طويلة للجرح يبرى. كل هذه العوامل أدت إلى تحسين العمليات ونتائجها اللي تصير. الأجهزة اللي موجودة في السلمانية حق جراحة الأطفال أجهزة متطورة جدا، يعني موجودة أجهزة مناظير وليست المناظير العادية ولكن المناظير الدقيقة جدا، وهي اللي بأحجام صغيرة. الطاقم الطبي يتكلم من فريق طبي اللي يتكون من دكتورة فايزة حيدر ودكاترة مساعدين اللي في التدريب، وهذين الدكاترة هم مستقبل البحرين اللي يتدربون في هذه الجراحات، بعد ما يحصلون شهادة المجلس العربي بيروحون للخارج لسنة ولا سنتين إضافيتين عادة في الدول الأوروبية للتمكن من إجراء هذه العمليات بدقة. تعلمت من مرضى عدة أشياء. أول شيء أن الطفل المريض وعائلته يصيرون جزء مني، يعني هم يعلموني هذا. أبي أشكرهم كلهم لأنهم ساعدوني أنهم يكونون جزء من المنظومة الصحية اللي تعلم الأطباء الجدد. الطبيب مع المريض يكون في مثل أخوة، والبحرين دولة صغيرة فكلهم يعرفون بعض، يعني نعرفهم زين لأن إحنا في مجتمع صغير نسبياً بالأعداد يعني بالنسبة للدول الثانية. فهذه أنا يعني بغيت أقدم شكر الجزيل للمرضى اللي يجون لنا واللي يثقون فينا أن احنا نقدم لهم خدمات راقية لعلاجهم. تعرفت على زوجتي بعد 2 سنين من وصولي للبحرين، والتعرف هذه يعني كان تعرف عائلي. وبعدين تزوجنا سنة 93 بعد 3 سنوات من وصولي للبحرين، وأنجبنا 4 بنات ندى منى هالة ودانا، وهما يعني الحمد لله يعني تعرف سعادة البيت في وجود الأطفال. فأنا أبو البنات. أكثرية الرغبة اللي عندي عادة أنا أعلمهم أن يشتغلون كفريق، لأن الواحد لما يشتغل كفريق يكون إنتاجيته أكثر، خصوصا بنتي الصغيرة أشارك معاها يعني في فن الزراعة وزراعة الأشياء اللي صعب زراعتها. طبعا الطبيب دائما يحب الاشياء اللي فيها حياه وشلون تكبر وشلون تحافظ عليها ومحافظاتها، فيعني عندي رغبه في هذا الشيء وامارسها على طريقه محدوده. يعني البحرين عندها طاقه استيعابيه للعلاج، والعلاج السياحي يكون ممكن في البحرين بطريقه كبيره، وذلك لسببين اساسيين. اول شيء النظام التشريعي الممتاز اللي موجود في البحرين اللي هي هيئه تنظيم سوق المهن الطبيه اللي تعطي تراخيص معينة حق الأطباء بتخصصاتها المختلفة. الشيء الثاني أن عندنا كادر طبي تدرب في السلمانية ومستشفى الدفاع ومستشفى الملك حمد للعناية بالأطفال، وبعدين أرسلوا للخارج لإتمام هذه التخصصات بسنة أو 2 سنين ورجعوا أكفاء مرة، وخلال مرحلة تعليمية جادة
لتنقية المعلومات ويقدمون خدمات آمنة للأطفال. حاليا في وزارة الصحة سعادة الوزير دائما تصر أن نحن نشتغل كفريق واحد لرفع شأن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. نصيحتي حق الجيل الجديد من الأطباء أن يعرفون أن المستقبل يكون إن شاء الله باهر حق البحرين، وأن في مستقبل كبير أنهم يقدمون خدمات لكمية من الأمراض اللي عندهم الأطفال اللي يجون بعد يزورون للعلاج عندهم، وأن النظام الخدمي لتوفير هذا الشيء جدا ممتاز. النظام التعليمي لتعليم الأطباء جدا ممتاز اللي موجود عندهم، في محدودية لهم لكن النظام جدا جيد. الشيء الثاني ان التوفير في البحرين ان الطبيب ما يكون لحاله، يشتغل كفريق متكامل ضمن النظام الطبي اللي موجود. فالطفل اللي عنده مثلا تشوهات خلقيه للتصحيح يمكن يحتاج طبيب اذن حنجره، يبي طبيب جراحه عامه، يبي طبيب جراحه تجميليه. فالثلاثه اشياء هذه دفعه واحده موجودين في مجمع السلمانيه الطبي لاتمام الحالة لهذا المريض. ومن ناحية أخرى الحالات التشخيصية، المختبرات اللي موجودة في البحرين جدا دقيقة لتشخيص الحالات اللي موجودة، وعندنا بعد اتصالات مع المختبرات اللي خارج البحرين لمعرفة هذه التخصصات النادرة أو الأمراض النادرة اللي موجودة في البحرين.